صباح الخير أصدقائي من قناة ميرو، بحييكم قناة ميرو للمعلومات والطبخ. يا رب تكونوا بصحة وخير وسلام أصدقائي. النهاردة هنقدم معلومات مهمة جدا جدا للصحة. البعض طبعا بيفتكر إن الزيوت النباتية زيوت صحية، لكن إحنا في الفيديو ده هنشوف إيه هي الخطورة من الزيوت الموجودة في السوق دلوقتي، وإيه أصح زيوت أو مادة دهنية ممكن نستخدمها وتكون صحية. فيلا بينا نبتدي نبذة عن الزيوت وأخطارها وأضرارها وإزاي نقدر إننا نتجنب الخطورة والإصابة بالأمراض. يعتقد البعض أصدقائي بوجود العديد من الفوائد الصحية لاستخدام الزيوت النباتية في إعداد الطعام، ويرجع ده إلى القناعة المنتشرة بأن الأطعمة دي ذات أصل نباتي وهي أطعمة صحية جدا وغير ضارة، ويعتقدون أن هذا بينطبق على الزيوت ذات الأصل النباتي. طبعا مخاطر هذه الزيوت النباتية واستهلاكها بكثرة بيمكن أن هو يسبب العديد من الأضرار الصحية والأمراض الخطيرة وتغيير الفسيولوجي للجسم، يعني تغيير الدي ان ايه الموجود في الجسم. فما هي الاضرار الصحيه وازاي نقدر اننا نتجنب هذه المخاطر واستهلاك الزيوت النباتيه بكميه كبيره في الالي وفي الاستخدامات الاخرى؟ غالبيه الزيوت النباتيه اللي موجوده في الماركت والسوق هي بتبقى زيت الصويا، زيت الذرة، زيت الكانيولا، زيت دوار الشمس أو عباد الشمس، زيت بذرة القطن. دي زيوت مصنعة أصدقائي، حيث بتتضمن الصناعة أو طريقة تصنيعها عمليات تسخين عالية جدا لدرجات حرارة مرتفعة جدا، وإضافة العديد من المواد الكيميائية لتجنب الرائحة وتجنب الطعم، بيتفادوا من ان هو يكون طعمها مش حلو، فبيضيفوا مواد كيميائيه، بيضيفوا الهيدروجين، بيتعرض لضغوط ضغط عالي جدا. كل ده بيخليه مش زيت طبيعي، زيت مصنع. بدايه تصنيع الزيوت النباتيه منذ 100 عام حصل تدخل في النظام الغذائي بدخول الزيوت، بتعد زيوت دخيلة على النظام الغذائي البشري. فالزيوت بتحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية اللي بتدعى الأوميجا 6 أو 6، اللي ثبت إنها ضارة على الصحة لأنها بتسبب التهابات في المفاصل وبتعمل التهابات كبيرة جدا في الجسم. فأوميجا 6 تعد من الأحماض قلنا الدهنية، هي وأوميجا 3. فكل ما كان التوازن بين أوميجا 6 وأوميجا 3 في الجسم بنسبة 1:1 فده غير ضار، لكن إذا زاد النسبة أو التفاوت بين نسبة أوميجا 6 لأوميجا 3 بنسبة، طبعا دي هتبقى في الزيوت، هنشوف دلوقتي في الفيديو ان نسبة الأوميجا 6 أو 6 لأوميجا 3 أو 3 من 16:1، يعني نسبة عالية جدا، فطبعا دي بتسبب أمراض خطيرة. هنشوف دلوقتي ايه الأمراض وازاي نتفاداها. عندما تدخل الزيوت النباتية في الصناعة فبتتسبب لتحويلها لزيوت مهدرجة أي متحولة، ودي بتسبب أمراض عديدة جدا، منها ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، الضار بيرتفع، الدهون الثلاثية بترتفع، بيتعرض الجسم لخطر الإصابة بالسرطانات. بتكون الزيوت الطبيعية نباتية، هي بتكون زيوت طبيعية نباتية، لكن شركات الطعام أو الصناعة بتقوم بتحويل الزيوت الصحية دي من خلال عملية اصطناعية بتسمى الهدرجة، بغرض طبعا زيادة فترة صلاحية المنتج والمحافظة على الطعم ومحافظة على القوام زي ما قلنا. والعملية دي بتعمل على تحويل الزيوت من الحالة الطبيعية السائلة لحالة صلبة
أو شبه صلبة، فيتم تسخين الزيوت في غليات تحت درجات حرارة مرتفعة جدا وعالية جدا، ويضخ فيها غاز الهيدروجين تحت ضغط عالي. طبعا الهدرجة دي بتحصل هدرجة وبتغير الخصائص الصحية التي تمتلكها الزيوت النباتية. بنحصل على هذه الدهون المتحولة من عدة مصادر، أكثرها استهلاك طبعا المنتجات المصنعة في وجبات الطعام السريعة، المخبوزات الجاهزة، الفطائر، طعام محفوظ، الشوربة الجاهزة، النودلز، البطاطس المقرمشة، الشيبسي، الأطعمة المقلية المجمدة، سمك، لحمة، اللي هي بتبقى جاهزة متحمرة في الزيت، بعض انواع من زبده الفول السوداني بيضيفوا عليها مكونات بتزود من مده الصلاحيه، مبيضات القهوه اصدقائي، وطبعا قلنا الكلام ده في فيديو سابق. فمن الضروري قراءه مكونات اي منتج قبل شرائه للتاكد من عدم وجود عباره مهدرج جزئيا او يحتوي على سمنه نباتي. لو نيجي اصدقائي هنشوف كده عندنا زيت عباد الشمس، وعندنا السمنه البلدي، عندنا الزبده الحيواني، عندنا الاوليف اويل اللي هو اكسترا فيرجن لازم يكون نقي جدا، وعندنا زيت الافوكادو. احنا هنتكلم دلوقتي اصدقائي عن انواع الزيوت الموجوده في السوق دلوقتي ونتجنب استعمالها في اكلنا. اكثر الانواع طبعا زيت الكانولا، وده زيت بذور اللفت، ده معدل وراثي وبيبقى مكرر، يجب أن يكون غير مكرر وغير معدل وراثيا. معنى معدل وراثي بيدخل في الجسم بيغير وبيلعب في الدي ان ايه بتاع أجسامنا، فبتسبب مرض السرطان. زي ما بيعدلوا وبيغيروا في أشكال النباتات دلوقتي أسرع الجسم صحيا وبيسبب له الأمراض. طبعا زي ما قلنا إن زيت الكانولا والذرة والصويا وكل دي من أنواع الزيوت، وعباد الشمس، وهي طبعا أحسنهم عباد الشمس، بتبقى مكررة، بمعنى انه بيغلي في درجات حرارة عالية جدا لمدة 10 ساعات اصدقائي، فبيحولوه وبيتعدل كده تعديل وراثي، بيغيروا في لونه وبيشيلوا الرائحة اللي موجودة فيه بإضافة كيماويات، وبيضيفوا الهيدروجين. في عامل مهم جدا اللي هو سموكينج بوينت، اللي هي درجة الاحتراق. لو الزيت درجات الاحتراق بتاعته عالية جدا ده يبقى زيت ممتاز وعالي الجودة، بمعنى مهما قلينا فيه بيصل إلى درجات حرارة عالية عشان يتأكسد ويصبح مسرطن أو ضار للجسم. عندنا على سبيل المثال هنقول أنواع الزيوت وأنواع المادة الدهنية اللي يجب إن هنا نستخدمها طبقا لدرجة الاحتراق. قبل ما نقول النقطة دي أصدقائي، بعض الزيوت ومنها أوليف أويل أو زيت الزيتون بيبقى ريحته بعد شوية مزنخ، وده من أخطر الحاجات اللي يجب أننا نتجنبها. معنى أن بقت فيها زناخة الريحة ده معناها أنه تأكسد، وده أصول نتجنبه تماما. نيجي نشوف أصدقائي كلمة غير مشبع. معنى زيوت غير مشبعة يعني معناها مفرغة من جوه، يعني فيها فراغات، يعني بتتأكسد بسهولة ويدخل الأكسجين فيها، بيملأ هذه الفراغات بيصبح خطر جدا الزيت الغير مشبع. وده الفرق بين الزيت المشبع والزيت الغير مشبع. الزيت المشبع ما فيهوش اي فراغات، ما عندوش استعداد انه يتقبل الاكسجين وبيبقى كده صحي. الغير مشبع ده فيه فراغات وبيتأكسد بسهولة بالأكسجين ويصبح طار وخطر. السمنة المهدرجة اللي هي السمنة المارجرين دي الضارة بتسبب الأمراض لأن هي غير مشبعة، غير إن الزيوت دي بتيجي من نباتات بتبقى مرشوشة بالكيماويات وبيدات الكيماوية، فدي خطرة جدا أيضا على الصحة. قلنا أصدقائي إن الزيوت الصحية بتبقى الأوميجا 6
اللي هي بتسبب التهابات وبتسبب التهابات المفاصل والتهابات الجسم كلها، بتبقى نسبتها في الزيوت المهدرجة 16 لواحد، واحنا عايزين النسبة بين أوميجا 6 وأوميجا 3 تبقى 1 لواحد، هو ده الاتزان وده النسبة الصحية أو النسبة المقررة إن يبقى الزيت صحي. نتكلم عن إيه أحسن الزيوت وإيه المواد الدهنية اللي ممكن نستخدمها. أولا عندنا السمنة البلدي اللي هي السمنة الحيوانية الممتازة والزبدة الحيوانية، دي تليها. ليه بقى أصدقائي؟ علشان درجة الاحتراق بتبقى عالية جدا، بتبقى تصل ل 240 درجة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا مهما رفعنا الحرارة في القلي على السمنة البلدي مش هتتأكسد غير في درجة عالية جدا اللي هي 240، فمش هتبقى ضارة، تبقى أحسن مادة دهنية ممكن إننا نستخدمها. بيليها أصدقائي الزبدة، اي ان السمنه درجه الاحتراق بتاعها 240 درجه مئويه، بيليها الزبده اقل بتصل ل 200 درجه الاحتراق او التاكسد. يعني الزبده ممكن اننا نحمر او بنقلي فيها. يليهم اصدقائي زيت الزيتون، طبعا زيت الزيتون لازم يكون بكر او اكسترا فيرجن زي ما مكتوب كده، لازم نقرا الكلمه دي. ما معنى ان هو اكسترا فيرجن او بكر؟ يعني ما اتوضعش في حراره او ما اتصنعش او ما اتضغطش زي ما قلنا قبل كده في الزيوت المهدرجه. درجه الاحتراق كمان بتاعه زيت الزيتون 170، يعني احسن من الزيوت الاخرى. لكن اصدقائي من الاحسن اننا نستخدم زيت الزيتون في السلطات، ما نعرضوش برضو لحرارة عالية برضو لأننا مش عارفين هل فعلا ده اكسترا فيرجن. بنستخدمه على البارد في الفول في السلطة. إذا استخدمناه أصدقائي في القلي هي مرة واحدة، ما نكررهاش، ما بنقليش فيه مرة تانية. عشان نعرف أصدقائي إنه كويس، الريحة بنفتح الإزازة وبنشم، هل هو مزنخ؟ هل ريحته متغيرة؟ ما بيكونش صحي. طبعا زيت الزيتون فوائده عالية جدا، بيحمي القلب، بيقلل الزهايمر، طبعا للدايت حاجة جميلة جدا، بيحمي من أمراض الشرايين وكل الأمراض بيتعرض لها القلب. زيت الأفوكادو من الدهون الممتازة الممتازة للاستخدام، ممكن نقلي فيه، ممكن نستخدمه في كل أنواع الطعام. آمن. رقم 2 في ميزة زيت الأفوكادو أصدقائي إنه بيحتوي على نسبة بوتاسيوم عالية جدا، فوائده عالية. من التوصيات أصدقائي إننا لما نيجي نقلي في زيت كمية كبيرة جدا من الزيت تغطي الأكل، ده مش كويس، ده بيسبب خطر كبير جدا. الزيت لا يستخدم أكتر من مرة، تجنبوا استخدام الزيت أكتر من مرة. يعني يا دوبك لو نيجي نحمر بانيه نحمر في سمنة أو الزيت اللي احنا هنستخدمه أو الزبدة بكمية قليلة جدا بطريقة سهلة. أضرار الزيوت المهدرجة بتسبب السمنة، بتسبب ارتفاع الكوليسترول الضار LDL، بتسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب، اضطرابات في الهضم، بتسبب التهابات في المفاصل، بتزود من الالتهابات نتيجة لزيادة في أوميجا 6، تقلل من نسبة الكوليسترول النافع ال HDL، بتزود من الدهون الثلاثية، بتسبب في ارتفاع ضغط الدم، بتزود السكر من النوع الثاني لأن السمنة اللي بسببها الزيوت المهدرجة بتؤدي للإصابة بمرض السكر. هدرجة الزيوت وإضافة مركبات صناعية أخرى لها لتتحول للحالة الصلبة ولتصنيع السمن النباتي المارجرين بيزود فرصة الإصابة بالسرطان. انسداد الشرايين بزيادة نسبة الدهون الضارة في الدم. أصدقائي دي كانت حلقة مبسطة جدا عن الزيوت المهدرجة، الزيوت النباتية، فيجب أصدقائي إننا نتجنب هذه الزيوت المهدرجة الضارة والخطرة. فيجب قراءة مكونات أي منتج
قبل شرائه للتأكد من عدم وجود عبارة مهدرج سواء جزئي أو مهدرج كامل، أو ممكن طبعا برضو نتجنب السمنة النباتي اللي هي المارجرين. كل السمنة المهدرجة الغير مشبعة دي نتجنبها. وإلى اللقاء أصدقائي، ولكم الصحة والعافية. من قناة ميرو أصدقائي بنحييكم. اللي ما شافش القناة قبل كده، لايك شير سبسكرايب، فعلوا الجرس واضغطوا على كلمة قول ليصلكم كل جديد من فيديوهات ميرو تشانل، قناة ميرو للمعلومات والطبخ. شكرا وإلى اللقاء وتحياتي.